لأن الغيوم المتهاطلة متراكمة متهاطلة شو يعني قصدي قيمة يعني مطر قيمة 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 عيال أتوقع أنهم راحوا ترى أنا أشوف أكسف مع قزاز إيه مشوا رايحين بنمشي معهم أمدحني أمدحني أنا كأني إيش كأنك كمر بين النجوم الصادعة تبي كمل إيه كمل كأنك شمس بين القيم قيمة بين القيم الهاطرة الممطرة كأنك طيب خليني أنا أقول أنك أنا مدحك أنت ما لقيت أسبح أنا مدحك يلا جدورك أنت كأنك براد راعي حلال ذا سنوات مغسلة الله يسلمك أنت كأنك خف بعير الله أنت كأن جبينك يشادي الوجدان الله عليك أنت كأن طولك ما شاء الله تبارك الله كما صورة كما صورة تنير كما صورة تنير الضياء بالشارع نعم يا الله أنت عشقك للكوميديا يا الله كعشق صالح للكرك يا الله عشق سعد اللي شاي السعد كعشقك هذا الشعري وكعشقي للشعر وكعشق مجيد للقهوة وكعشق بن دفنة للأعياد نعم نعم وكعشق راشد للإنشاد من بعد وكعشق سالم للمناقيد رجالي غدي رجال رجالي غدي رجال في علومك أنت هو يقول أنا ما أقول هو دائما يقول كم أشغالنا كل ما هذا قال رجالي غدي رجال يلا مدحني أنا مدح من زمان ما حد مدحنا مدحني أنت كأنك دكي حطينا للضيوف يعني صدر روسيا قصدك أنت إيه كذا أي إيه حلو جميل جدا إذا ارتفعنا فوق قبلشنا ما نزلنا نجيب الكراسي عشان تنزل جميل جدا حلو هذا يعني رفع قامتي وصدر روسيا يعني أذكرك باليامس بس الدولاب ليه يومك بلشت تجيب الكراسي عشان تنزل الله يجزاك خير يا ما شاء الله تبارك الله أنت انا نحتاج اطول ما شاء الله تبارك الله بس طبيت سباحه السريع بعد قبل شوي وصلنا يوم مشينا الشيخ ناصر يوم كنت تصفق تسبق العيال مو تسبق تتاخر لا لا يلا يمدينا فهمت عيال يصفقون كذا انا تروح بيجي تبعد ما شاء الله تبارك الله تروح تجي ما شاء الله تحرث كذا انت تدري انهم يوم لو انك لاحق على دور البدو اول البير وذا كان ما في ارشاء وحبل را انت كذا بيدك كذا ما شاء الله تبارك الله الله يضرك عرفت ما كان خبر ذا اللي يقول ما هف مقيط ورشاه ايه انت لو انك موجود وقتها كان ما طلع مثل هذا انا اللي بغيت اروح للبر باخذك معي ليش انت هف تذكر صد تذكر ما هف مقيط ورشاه تعرف سالفتها لا والله اللي انا سمعته هذا ما هف مقيط ورشاه طلع مقيط هذا ومعه رفيجه رفيجه الا معه واحد ايه معه واحد يسلم لقوا لهم وكر حر بضلع وقالوا ما نقدر ننزل غير بحبل حلو ونزل يقولون اللي انا سمعت هذه السالفه وهو ينزل مقيط للوكر وهو يلقى لها البيض ما ادري لقى لها الحر ما ادري لقى لها فروخ الوكاد انها اخذها خويه اللي فوق مادن عليها رشا عشان يحط بها الفروخ عقبها يرفع وعقبها يرفع مقيط مقيط قال رفيجها اللي فوق قال يا مقيط انا لي بها شيء قال لا ما لك بها شيء انا اللي شايفها ليش قاعد انت وياها يا ولد قال ما قال المهف مقيط ورشه حذف ويروح اعوذ بالله عشان كذا انت لا تسوي بحركات وانا تراي ماسك عليك ممسك انت عارف وش اللي عندي ما في كل العيال بجودهم باقي واحد ما جودته للحين باقي عبد المجيد وبن دفنه لازم اجودهم وقالهم أنا إن شاء الله لازم أحطك معي إذا بغيت تروح للبر عشان لغن رأسك ما أبى عشان أنزلك وقلك أرفع مع الجهة اليمين مع الجهة اليسار إيه ما شاء الله ما شاء الله عشان إذا تعطى كفر ولا شيء أنزلك وقلك أرفع ما أحتاج عفريت ولا أحتاج شيء هذا والله لا يطبني
ما عليك رجال. ايوه غير. طيب مدحني بعد مدحني. ما شاء الله تبارك الحمد لله الله يجزاك الله يجزاك خير. اسلم. ما شاء الله كذا يا اخي ما يصلح. الساعة 9 مدح. الساعة 12 لازم نسوي شيء. نولع بالحطب ذا كله. نبي نولع بحطب نبي نمسك واحد نلعبه. نمسك واحد. نبي نصب بنزين نولع فيه كله. قدام هي خاربة خاربة. تبي نجيب احد نربطه بالعمود. اسمع اسمع لو ولعنا بهذا قالوا شو نقول نضوب بن هادي. ابد كف. كما هذا قالها لنا سالم ضوب بن هادي لا من والله نولع بالمزرعة اللي ورا. كف. المنتجع اللي هنا تدري يوم طبيت المنتجع يوم اني هجيت اول ما فطر علي تدري وشو؟ وشو؟ قلت الحين يكون في كلب بوليسي انكسر السلم بي وانا نازل. اول ما طبحت وهو يفطن علي قلت هالحين وش يفكني؟ والله ما حد يمي. من عرش رجلك والله عرشني عرش. وقال اذبل هرب على البوابه واركض على البوابه واركض افتح الباب واطلع. لا شو الامور طيبه. الكلب نجس مو هو ماكل كلك ولا مخليك يبي عايش ارضك خليك عندي. لا 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 ويجلس كذا جالس ما تقدر تقول يا والله البلشه. قمت على قرتك مره ثانيه والله البلشه هنا. ايه سولف سولف لك. هذا طول العمر ايام الثانويه يوم كنت اول ثانوي وثاني ثانوي عندي ولد خالص مسعود اطول ان شاء الله يذكره بالخير. والله ولعب معك زود. طبعا احنا كنا عندنا ورشه ناجين هاجين لا, لا 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 فلوس ولا شيء ونشوف سياره فراري كشف ما شاء الله. انت شو مو عندنا ليت عندنا بعد اشوف اصفر ومقاطع فهمت. اي ولد لازم لازم نعيش الجو احنا لازم نعيش الجو الكشف والامور ذي. افكر اتفكر لقينا نروح ندور لنا سياره تنل. ايوه قديمه قلنا مبابر رحنا مرعية قلنا تبيع تبيع قلنا بألف احنا يوم كاسر نكسر وصلنا 700 بعد تكسرون بعد تكسرون. ايوه ما شاء الله تبارك. ايوه ادري ايش بخاطرك. ايوه ونسحب الورشة ونسحب الورشة طويل العمر. وش العلم وش العلم نزبطه ان شاء الله. يوم شغلناه ضبطنا مكينة محركاته ما تمام. وقرب لمكينة اللحام وممكينة الصاروخ وجزة. أيوة نقطع من عند القزاز القدام كذا نزل على البيبان وإلى الشنطة إيش لا كله. غدت ما بوشل القزاز القدام كذا والبيبان ينفتح بدون درايش. غدت كأنه كشف. نطلع عند الورش ونجرب والوضع تمام تمام تمام. دورون راعي فراري الحين. لا إحنا بنروح على النفود فهمت. نروح هناك ندير لعبة بالنفود. أيوة نروح طول العمر نمر من المطعم على سيارتنا العادية عشان عشان ما نطلع بذي داخل الأحياء. نجيب غدا ونجي نركب الغدا طول العمر ونطلع النفود. شوف كذا النظرة العام كذا بطرف عين احنا نمشي. تحس معنا فراري صدق. نروح النفود طول العمر ناخذ لنا فرتين ونرجع وننزل. تحمسنا شوي وناخذ لنا سيف وننزل. والله عمر نجي على ما انجعفتوا ما انجعفنا جينا جينا عروسنا. أعوذ بالله احنا براش الطعس والمتنين راحت تب 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 أعوذ بالله غدانا غدانا انتثر غدا منطور بالطعس دب 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 لما وقفت اخر شيء تحت. أعوذ بالله. والله على طاري ذا البر ما اذكر اذكر تخيم اللي ما انساها انا واخويا اول تخيمه لنا جديد سنه قديمه كم اربعه بغماره. أعوذ بالله والله بغماره وخيمتنا معنا وقشنا لا وزينا سيارتنا بها عطال توقع وشو وشو كل مشوار لازم توقف تغير البواجي تحترق البواجي بسرعة ما في مشكلة كهرم شارين كرتون بواجي كل ما وقف غير وكل ما هذا وقفوا لا شفنا السيارة قاعد ترين 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 وقفنا تمام 60 كيلو يا رجل يمكن غيرنا 10 مرة كل ما هذا ترتن ترتن مش كذا كسارة ما إحنا رايحين ورشة لا نشري كرتون ترتن ترتن ثم وقف ثم ردنا ونخيم ثلاثة أيام يا طيبة طيبة لذتها بالرأس كل الحواس أبغى شيء ثلاثة أيام ثلاثة أيام لقيت في قدوم شهر يا شهر عدد سن أبو أنت مشكلة الترتر والغثة وذا عشك والله مرة خيمنا يوم دور عسكري خيمنا أسبوع
اسكر نبني خيام. يا يا جانا يا جانا يا جانا يا جانا يشيني هول خوياي اللي معي الله يدفع البلا يدخنون اللي تخبر اسكر 500 لازم تلقى لك واجد يدخنون. اوف واجد والله واجد 500 عددنا. المهم وش يسوون هم العيال؟ يرقون فوق الضلع لجل ليل زي الظل ذا ويدخنون ويرجعون. ممنوع 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 نهائيا. المهم الضابط كشفهم وطلع الضابط وش سوى؟ يقوم يقدح بالولاعه فوق يجرهم شوي اللي تشوفهم تقول تقول فلان يطلع من خيام. يا الله انا مرتك كذا بالخيمه وشوف اللي ينط من الخيمه ذي واللي ينط من الخيمه ذي واللي ينط من الخيمه ذي تجمع لهم فوق الضل. اي واحد يمسك الضابط يقول وقف تكلم ولا تتكلم مسك ولا احسب زي كذا يمكن عشره من بكره الصبح قبل الفطور فصيله مدخنين صلبهم تصليب الظهر ما ينامون ولجل الليل روش مبلي. يا صلى بنا شرق انا سويت حاجه وضموني معهم توقعوا شيء خلاص هذا صار عقاب لهم مده اسبوع انا ثالث يوم ضموني معهم وقت الرمايه جالس انا منسدح ونايم تهم رمون ايه يجي الضابط قم 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 انا ناديت فصيله مدخنين تجمع وصل لي بنا شرق لنهايته التخييم الزينة مسكوني على البوابة خزلوا اي مسكوني على البوابة وقالوا لي لا دخل القايد كان الحفل الختامي بلغنا بلغ يا فلان جاء دخل القايد انا دخل القايد ويوم دخل القايد من عندي واصوت ما حد يرد اصوت ما حد يرد اصوت ضباط كبار جوا اخر شيء اعطيتهم يعز كاني يردوا ضابط فوق العموم العموم قاعد بالموقع العموم العموم مستعد اشوفهم الخبصه يا ينفعهم اي والله ما سالوه قالوا ليش تكلم ولا مشت لا ولا قالوا لي شيء زين قالوا شيء ولا قالوا لي شيء انت عسكريه تتدرب انت وقت تدرب ما اعرف كلام على شو اسمه اعوذ بالله يعسفونك عسف الله يعلم ما تطلع الا انت بتعلم غصب يا اوكي هيام السلام مرة رمحتني الناقة يا والله قطتني لقطتني ما عينت خير اقبل نشبتك بالشبكة ليت انا شبتني بالشبكة يا حرام من دارت بفوق خلتني سابق نعولي بالهواء وش سويت انا جيت قرادة جيت وحكيت الناقة مع ركبتها مع ركبتها وجس مسح الا شوي تدحمني من هنا ما كتفي وقف وهذا احك ابعد ايه وامشي شوي الا مجيتني واقوم احك يوم مشيت اسمع صوت والله نعرف انها معسم خبط المغير بالمغير باذن المغرب خبط على وجهي بسم الله بسم الله بسم الله اشوف نعلتي هنا وحده برا الشبكه وحده جوا وانا اخذ اللي جوا واطلع تحت الشبكه حبي حبي واطلع ودق على اخوي ركان الله يبارك فيك انت ناقد قش بقى قلت رمحتني ما سويت لها شيء بس حكيت ما قال لا انت ايش سويت؟ قلت يود بس اني حكيت رقبته؟ حكيت رقبته ولقطت قال هذه تبي تبت تحكي تبي تتحكي لا ما هي تمشي وتخليك انت ما تمشي وتخليك اها هي تصيد تقول لك انا خلاص ليش انك تمشي؟ قلت لها بارك الله والله ما عاد احك لا والله انا ناقد ذي دلوعه دلها ركان مرة تحداني واحد والله اني خبل وقتها صراحة نهبوا انا اسوي الحركة هذه قال تحداك تاخذ حليب من الناقة على طول حلو واقوم اسوي لك تشرب ايه الحين لو انها من هنا لقطتني لا عاد متى انفرتي من هنا جيك جيك بوجه لا ابو وجه هوي ابو فك ابو فك مشينا مشينا رد
ردني عند بلة اليد العوايد ولا والله غيرها ما ردني. كايد انظر في العوايد حيل كايد سلمهم هد العزوز.